أنشئ بتمويل من اليابان ومصر والسعودية وإسبانيا وألمانيا، وكلف 86 مليون دولار. افتتحه الرئيسان ياسر عرفات وبيل كلينتون في نوفمبر عام 1998. استوحيت تصاميمه من أبنية القدس القديمة ليكون بوابة فلسطين إلى العالم الخارجي. إنه مطار غزة الدولي، فكيف ظهر وأين اختفى؟ بدأ بناء مطار غزة الدولي عام 1996 عندما أرسى الرئيس عرفات حجر الأساس في محافظة رفح، ويضم مدرج هبوط وإقلاع واحد بطول 3080 متراً وعرض 60 متراً بمساحة 2350 دونماً، صمم ليستقبل الطائرات الضخمة من نوع بوينغ 747، ويشتمل على صالة رئيسية للمسافرين مساحتها 4000 متر مربع وتستوعب 750 ألف مسافر في العام. عام 1998 افتتحه الرئيس عرفات كأحد أهم رموز الدولة الفلسطينية والسيادة، لكن الحلم الفلسطيني لم يستمر، فبعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 لم تقلع أي طائرة من مطار غزة الدولي أو تهبط فيه، حيث قامت إسرائيل بتنفيذ عمليات قصف وهدم وتجريف طالت مختلف مبانيه ومنشآته ومدرجاته.